كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في قصر الشيخ حمد مساء هذا اليوم جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية وإقليم جوهر دار التعظيم بماليزيا الشقيقة الذي يزور البلاد تلبية لدعوة من جلالة الملك المفدى، حيث عقد حضرة صاحب الجلالة اجتماعا مع جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر، ورحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد الكريم وبزيارته للمملكة والتي تعكس تنامي علاقات التعاون الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، فيما عرب جلالة السلطان إبراهيم عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك على دعوة جلالته الكريمة لزيارة المملكة وعلى ملاقه من حفاوة استقبال وكرم الضيافة. وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في الجانبين استعراض العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وإقليم جوهر دار التعظيم وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب عاهل البلاد المفدى عن اعتزاز مملكة البحرين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون مع ماليزيا وما تشهده من نمو وازدهار متواصل على كافة المستويات في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام كبير من قبل قيادتي البلدين. كما أشاد جلالة الملك المفدى بالنهضة التنموية التي يشهده إقليم جوهر دار التعظيم على كافة الأصعدة، وذلك بفضل اهتمام وقيادة جلالة السلطان إبراهيم وانعكاس هذا التطور والنمو على الإقليم وعلى ماليزيا بشكل عام، مؤكدا جلالة الملك تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي المشترك مع إقليم جوهر دار التعظيم لكل ما فيه خير وتقدم الجانبين وشعبين الشقيقين. كما أشاد جلالة الملك المفدى بالدور الريادي الذي تطلع به ماليزيا على المستوى الأسيوي والعالمي وما حققته من إنجازات في المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية. وأشاد جلالته بالنتائج المثمرة للزيارة التي قام بها لماليزيا مؤخرا والتي كان لها دور كبير في تعزيز أطر التعاون الثنائي ودفعها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين، معربا عن تقديره لما لمسه من رغبة صادقة من القيادة الماليزية في توثيق العلاقات مع المملكة. وأعرب جلالة الملك المفدى عن تمنيات لجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر التوفيق والنجاح في هذه الزيارة المباركة بما يسهم في تعزيز مستوى العلاقات بين مملكة البحرين وإقليم جوهر دار التعظيم. من جانبه ثمن جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر جهود جلالة الملك المفدى في تطوير العلاقات البحرينية الماليزية وازدهارها، متمنيا لهذه العلاقات كل التقدم والازدهار. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مأدبة عشاء تكريما لضيف البلاد الكريم.